طيب لو حد تقدم لك يا منة وهو بيشتغل في أي مهنة من المهن، في ناس بيشوفوا إن المهن دي بيبقى فيها نظرة مش مظبوطة من اللي بيبص غلط، أنا واثق من ده، لكن لو حد تقدم لك وهو شغال في مهنة من المهن في المقاولات مثلا أو في حاجة، هل هيبقى عندك اعتراض؟ لا أنا ما عنديش لو بيكسب كويس. خلينا نبقى فير. لو كاستي لا بس انا هقول الحقيقه صدقي بالله انا كان نفسي اتجوز فرارجي. طب ليه؟ ده برضه ده غرض برضه يعني مصلحه. والله نفسي اتجوز فرارجي. لا انا هقول الحقيقه بصراحه، انا مش مهم عندي هو ايه. بتاكل الفرخه برشه تنزل تذبح معايا وتمسك الفرخه. لا انا كان نفسي زمان ابقى كده، اللي هم المعلمين اللي بيلبسوا الدهب وكده وكده وابقى قاعده كده. يعني بيلبسوا الدهب يعني جابت نتيجه المشروع قبل ما تشتغل. قبل ما تشتغل لبست الصيغه الاول. قاعده افكر في ايه؟ ممثله، عايزه تبقى ممثله شكل بس. دي عامله دور. عامله دور. يعني انت ما عندكيش مشكله يعني؟ لا انا عشان يعني بصي حتى الشباب اللي موجودين هنا في القهوه كلهم نماذج بجد، نماذج مشرفه، نماذج كويسه. في معانا واحد انضم لنا في القهوه، تعالى عبد الله. تعالى عبد الله، ده ممثل شاطر جدا. ازيك عبد الله؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عبد الله ممثل شاطر وفي نفس الوقت هو خريج هندسه. انت خريج ايه بقى؟ فنون تطبيقيه. فنون تطبيقيه. تصميم داخلي واساس. يعني انتيريور ديزاين. يعني هو انتيريور ديزاين. يعني ده جاي يتقدم لمنى يعني. انت بتتكلم في مولاتك اهو. انت بتتكلم انجلش زي مثال حي اهو. واشتغل ونزل في عمارات ونزل شغل بايده، وبرغم ان هندسه ما قالش لا انا مهندس وانا قاعد وانا او يعني ان هو يعني رتبتك تعتبر مهندس مش كده. يا باش مهندس. ايوه من 5 سنين مهندسه. لكن بتنزل موقع وتشتغل بايدك و... دلوقتي بمسك موقع لوحده. بيمسك موقع لوحده وينزل يشتغل بايده، يعني من النماذج المشرفه. وهو متقدم لك يا منى. وبما ان انا بقول لك مقاولات مش من مقاولات. تكسب حلو؟ يس تكسب حلو؟ يعني بتاع بص دورت على بيكسب حلو برضه. بتكسب اهو. ولو دلوقتي مش بيكسب حلو وهو لسه في بدايه طريقه. والله انا بهزر، بس انا الفكره في حاجه عشان اكون صريحه. انا كل حد ليه في الدنيا ليه متطلبات، فانا ما ينفعش يعني انا مثلا اتعودت ان انا مثلا بصرف في الشقه. ايه مقلقاني هتوقع عليا. بصرف مثلا في الشهر مبلغ معين. ف ممكن انا بدور على الانسان في الاخر هو كويس، مش لازم يكون غني ولا بس لازم يكفيك بس المبلغ. لا ما هو علشان مش عارفه في مثلا كلمي جد عشان من هنا هيجي لي. انت عايزه ايه؟ انا قلت لك في مثل شوفي انت قولي غني وخلاص، مش ما فيهاش كسوف. قولي غني وخلاص. مش موضوع غني. هنصيف في ايطاليا ازاي؟ مش لا انا مش لازم ايطاليا، ممكن الجونه عادي. الجونه هنصيف في الجونه.